مشاهدي 10 الصبح في الاهلي في كل مكان، يا صباح الخيرات على كل حضراتكم، واهلا بيكم في بدايه حلقه جديده من البرنامج. اكيد النهارده عايزين نتكلم كتير جدا عن هذا اللقاء الدراماتيكي اللي جمع ما بين قضبي الكره المصريه بالامس، النادي الاهلي ونادي الزمالك، وطبعا المباراه اللي انتهت بنتيجه التعادل 2-2 زي ما اكيد حضراتكم تابعتوا. عندنا حاجات كتير قوي نتكلم فيها، بس احنا الاول بنصبح على حضراتكم. صباح الفل. صباح الفل يا كيمو. صباح الفل عليك وعلى كل حضراتكم. ومباراه بالامس مش عارفه احط لها عنوان تحديدا، يعني انا تابعت برضو الاستوديوهات التحليليه والبرامج المختلفه للزملاء، وكل حد كان بيحط عنوان يعني لهذه المباراه اللي مش هقول تعادل فيها يعني مرضي او عادل بصراحه، لا خالص، لان فيها كلام كتير. وخلينا نبقى صراحه، الشوط الاول تحديدا الاهلي لو صح التعبير كان بيلعب الاهلي، يعني ما كانش فيه زمالك، ده الشوط الاول والدقائق الاولى تحديدا. خلينا نبقى واقعيين، الشوط الاول انت كنت مسيطر، كان في شعور ان الزمالك داخل مقلق، عندك غيابات كتيره، كان بيلعب باربع ناشئين، الحاله كانت لصالحك جدا، كان ممكن تحرز هدف واثنين وثلاثه، صح ولا غلط؟ مليون كنت في المية. بتلعب نفسك الشوط الاول مليون حقيقي. في المية طبعا حقيقي انت ضيعت فرص كتيره جدا. الشوط الثاني بصراحه كان في اداء محترم جدا من الزمالك، مظبوط بصراحه، في كامباك هايل جدا. الفكره برضو ان انت كاهلي انت عوضت الجول حلو، يعني جه فيك جول واثنين انت عوضت حلو قوي، بس انت كنت واصل ان انت كنت بتقول يا رب الماتش يخلص وما يدخلش فيا جول ثالث. ده مش الاهلي، ده مش الاهلي، يعني بس خلينا كده نحط عنوان ان اللي حصل امبارح ده عدى، وطبعا غير العارضه، يعني لا معلش مع احترامي طبعا في كلام كتير جدا، الحمد لله ان احنا يعني جت على قد كده. ممكن يقول لك بص الزملكاويه والاهلاويه الاثنين طالعين ما هماش، يعني يعني ممكن الزمالك يكون راضي اكتر، يقول لك انا كنت بلعب من الناشئين وغيره وغيره فانا راضي. يعني في ناس تقول لك لا حلو ده كده حلو قوي، وفي ناس طبعا على الصعيد الثاني احنا كاهلاويه قال لك لا معلش انا كان ممكن ان انا احرز اثنين وثلاثه، كان ممكن اكسب بشكل كبير جدا، كان ممكن اعمل سكور حلو جدا لان كانت الفرصه متاحه ليا. يعني هنتكلم في كل ده طبعا، والفقره الاولى مع كابتن احمد عبد الفتاح نجم الاهلي السابق، وهنساله في كل حاجه، وهنسال برضو نفسنا ونسال كابتن فتحي هو ايه القصه او ايه سبب التعادل يا كريم. لما تيجي برضو تبص عندك لازم انا كده ابقى عارف انا ايه مشكلتي في التعادل، هل مثلا الحاله البدنيه والانهاكات اللي حصلت، سواء انا بتكلم عن الفريق نفسه او العناصر الدوليه هي السبب، ولا فكره الاخطاء الفرديه المتكرره هي السبب، يعني او في حاجات تانية او اسباب اخرى احنا ما نعرفهاش. طب هل فكره الاداره الفنيه اللي دلوقتي التذبذب اللي عندنا وغيره؟ لا بس احنا كسبنا الزمالك بمديرين فنيين كتير جدا، كابتن فتحي مبروك، حسام البدري، عبد العزيز عبد الشافي، يعني في اسماء كتيره جدا احنا كسبنا بيهم الزمالك، وكانوا مدربين متالقين جدا ومؤقتين. فهنناقش كل ده على كل حال. ومعانا الفقره الثانيه، الفقره الثانيه هتكون نهاوند مستضيفه من خلالها دكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه، وهيكون كلامهم عن انقاص الوزن بشكل صحي، وده برضو اكيد من الموضوعات اللي تهم كتير جدا من حضراتكم. تعالوا بقى نتكلم او نبدا كلامنا عن لقاء الامس. يعني من زاويه معينه ممكن نقول ان النهايه، يعني نهايه اللقاء ما كانتش عادله، لكن ده ما منعش ان ناس كتير من الاهلاويه والزملكاويه على فكره يشوفوا ان الى حد كبير التعادل في لقاء الامس كان عادل ما بين الفريقين. صحيح طبعا، يعني كنا نقدر ان احنا نخلص الامور من بدري من الشوط الاول اللي سيطرنا عليه سيطره شبه كامله، لعب ونتيجه، وطبعا هدف مبكر جدا سجله محمد شريف، ما فيش اي مبرر ان انت ما تسجلش هدف تاني يعقبه هدف ثالث طالما كانت الامور على ما هي عليه في الشوط الاول قبل ما فريق طبعا الزمالك يعني يعود للقاء مره ثانيه مع بدايات الشوط الثاني. كان ممكن جدا نحسم الامور يعني من اولها، فرصه ما بتتعوضش او ما بتحصلش كتير، كنا لازم نستغل هذا الوضع اللي كان عليه فريق الزمالك ونجيب بدل الهدف هدفين قبل ما الامور تبتدي تهرب مننا، ويعني ايه يعني ويعني زملكاويه يعملوا ريمونتادا لطيفه جدا واحنا بالعافيه نلحقهم في الدقائق الاخيره من المباراه وندرك التعادل. الحقيقه يعني كلام كتير جدا لازم يتقال على هذا الامر، وطبعا الهدف اللي انقذنا من خلاله صلاح محسن هو اللي خلانا في نهايه المطاف ان احنا نتعادل بعد ما كنا في وضع يسمح لنا ان احنا كنا نهني بعض مع نهايه هذا اللقاء. لكن هنرجع ونقول اكيد في دروس مستفاده، وليه بنقول دروس؟ لان جمهور النادي الاهلي الى حد كبير معظمهم مش مبسوط من نتيجه هذا اللقاء، ومش مبسوطين بالتعادل باي حال من الاحوال. الاهلاويه مستنيين كانوا اكتر من كده بكتير، وشايفين ان التعادل بالنسبه لهم اقل وصف ليه انه ما كانش مرضي. بص هو ما كانش مرضي، وامبارح استاذ ابراهيم المنيسي برضو عجبني قوي، كان في البرنامج بتاعه على اليوتيوب،
كنت بتابع شويه كريم بيقول لك كانت مباراه نص نعمه يعني تعادلنا بس الحمد لله. والله صح، ممكن جدا تبقى نص نعمه، بس احنا ما بنرضاش بالنص نعمه. يعني القصه كلها ان انت امبارح كان عندك عناصرك كلها موجوده تقريبا، وبغض النظر عن الاجهاد البدني، ما طبعا ده شيء متكرر في كل مباراه وهيبقى متكرر في المباريات اللي جايه، لان دي حاجه خارجه عن ارادتنا، ولكن انت ما كنتش فعلا بادائك موجود خالص في الشوط الثاني. وبعدين فكره هنا اللمسه الاخيره، هو احنا ليه لسه ما زال عندنا مشكله في اللمسات الاخيره يا كريم؟ يعني انت ممكن تكون بتعمل استحواذ رائع جدا، بتروح على الجول كويس جدا معدلات حلوه جدا، ولكن انت اللمسه الاخيره بتاعتك لا تكتمل، فبتضيع كل حاجه. وانت كجماهير امبارح، معلش اسمحوا لي اتكلم على الجماهير بقى وهستفيد شويه، لان كان امبارح حاجه محترمه قوي وبصراحه من الجانبين، بس انا هتكلم عن الجماهير النادي الاهلي اللي يعنوني. حاجه كانت جميله، حتى لما جبنا الجون الثاني وتعادلنا كله كان بيقول لك كمل، ما تفرحش، خلاص عدي ده، ما فيش مجال دلوقتي ان انت تضيع اي ثانيه، خش واكسب. فالجماهير كانت اكثر من رائعه امبارح. بصوا حضراتكم المشهد جميل ازاي، ده احنا كنا في التلفزيون سامعين هتافات النادي الاهلي او هتافات جماهير النادي الاهلي، هي اللي كانت ظاهره، هي اللي كانت بترج الملعب امبارح. كان يعني بجد خلاص، يعني عداها العيب، الجماهير عداها العيب امبارح، عملت كل حاجه متطلبه عشان تقدر ان هي تؤازر هذا الفريق اللي احنا كلنا بنعشقه. ولكن امبارح ما كانش الافضل، خلينا نبقى نقول امبارح ما كانش الاداء الافضل بصراحه. يا جماعه احنا احسن من كده بكتير، والماتش كان بيقول لك اكسبني، يعني الزمالك كان في الشوط الاول بيقول لك اكسبني. فعلى كل حال، على كل حال مش معنى ان احنا بنتكلم بهذا الشكل ان احنا محبطين، ولكن احنا بنبقى غيورين برضو، في فرق. لان انت لما تشوف حد يعني مقامه كبير قوي ومش جاي منه اللي انت بترجوه، او يعني مش هقول خذلك ابدا، ولكن هقول ان هو يعني ما اداش الاداء اللي انت كنت متوقعه منه، بتزعل، بتزعل. فاحنا زعلانين مش اكتر من كده. انا امبارح عايزه اقول لك عندي اصحابي كتير زملكاويه وكانوا بيقولوا طب الحمد لله وبيبعتوا على الجروب مبروك وبتاع، قلت لهم لا، قالوا لي ايه يا جماعه وصفوا، قلت لهم لا، عشان احنا مش متعودين كاهلاويه ان احنا نتعادل، مش متعودين ان احنا نخرج من المباراه نقول الحمد لله على قد كده. يعني ممكن هم كانوا فرحانين احنا لا. فمعلش مع احترامي الشديد طبعا، يعني على كل حال دي وجهة نظري. يعني التعادل اوكي كان بالنسبه لممكن الزمالك عادل، او طبعا في ناس على فكره برضو من الزمالكاويه ما كانش عاجبهم هذا التعادل. يعني انا شفت برضو بعض بالزبط. التعليقات على تويتر من يعني الزمالكاويه كان بيقول لك واحنا امتى هنكسب الاهلي يا جماعه، وده سؤال منطقي برضو، يعني ده سؤال منطقي، من حقهم ان هم يطمحوا بهذا الامر، واحنا من حقنا ان احنا نكرر انتصاراتنا اللي احنا متعودينها. فعلى كل حال طيب تعالوا بقى نروح شويه الكابتن سامي قمصان، اللي الحقيقه امبارح برده كان بيخوض مباراه قويه جدا الحقيقه، وكلام كتير برده اكيد هنحتاج ان احنا نقوله عن كابتن سامي قمصان فيما يتعلق باللقاءين اللي فاتوا. هو كان هو معانا ماتشين، يعني هنعد عليه، هو عنده ماتشين، ماتش الايسترن كومباني ومباراه الزمالك بالامس. فالحقيقه يعني هنتكلم طبعا اكيد عن هذه النقطه، لكن كابتن سامي قمصان القائم باعمال المدير الفني قال ان الفريق دخل مباراه الامس بحثا عن الفوز، والحقيقه اشاد بكل اللي قدموه اللعيبه وبالجهد الكبير اللي بذلوه طوال شوطي اللقاء. اوضح كمان انه خلال هذا طبعا المؤتمر الصحفي الكلام ده اتقال، قال بدانا المباراه بشكل مميز ونجحنا في التسجيل المبكر ولاحت لنا فرص متعدده. وكمان اشار ان اللعيبه قدموا مجهود كبير في ظل حاله الاجهاد اللي ظهرت على الجميع، خصوصا بعد عوده اللعيبه الدوليين في الفتره الاخيره، فضلا عن طبعا الغيابات اللي كانت موجوده زي اليو ديانج وزي ايمن اشرف وغيرهم. واشار كمان ان النادي الاهلي واجه منافسه التقليدي الذي اعاد تنظيم نفسه بعد ان استقبل هدفا في شباكه، واشاد الحقيقه في الوقت ذاته بالاصرار اللي ظهر به اللعيبه لادراك التعادل وعدم خساره المباراه. عموما تعالوا نسمع يعني بنفسنا جانب من تصريحات كابتن سامي قمصان من خلال هذا التقرير ونرجع نكمل. في البدايه طبعا كنت اتمنى ان احنا نكسب، اعتقد بدانا المباراه بشكل كويس، كان عندنا استحواذ كويس وصلنا كذا مره للجون، كنا ممكن ناكد بالجون الثاني بعد المباراه. ماشي. اتكلمنا طبعا مع اللعيبه ان بدايه المباراه مهم جدا ان انت تحسم المباراه، خصوصا في الشوط الاولاني اشتغلنا على كده، كان عندنا طبعا جبنا الهدف الاول وكان عندنا فرصه ان احنا نسجل الهدف الثاني، لكن الشوط الثاني برضو نفس القصه، كنت عاوز احاول ان انا افكر في الجون الثاني، فعشان كده غيرت برضو
بيرس كان حاسين عشان يديني استمراريه في الاداء، وعشان برضو بيرس كان لاعب ماتشين في جنوب افريقيا، كان لسه راجع من اليابان، كان مجهد طبعا. وتوقيت المباراه بالنسبه لنا طبعا مش احسن حاجه، اللعيبه الدوليين رجوعهم لينا في توقيت قليل يعني، مع طبعا اصابه ديانج واصابه ايمن اشرف، وطبعا الجهد البدني الكبير اللي عمله السولية وحمدي. حمدي يمكن كان ما شاركش في ماتش كوريا، لكن كان عنده جهد بدني يعني. فكنت ترتيب المباراه اللي انا عاوز اخلص المباراه بدري عشان اقدر اريح اللعيبه ديت يعني. لكن الحمد لله في الاول والاخر طبعا احنا رجعنا للمباراه تاني، وكان عندي ثقه في اللعيبه كبيره اللي احنا نكسب المباراه. وبشكرهم طبعا على الجهد دوت والتصميم اللي هم يرجعوا المباراه تاني، فالحمد لله. التباين اللي حصل في بين الشوط الاولاني والشوط الثاني وبعد كده في اخر، وهل الشناوي لعب وهو فعلا مصاب ولا كان لا؟ ما فيش حد في النادي الاهلي بيلعب وهو عنده شك يعني. عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه اللي لعبت. الشناوي حارس كبير ولعيبه عنده خبرات كبيره، لعيب قائد للفرقه. فالشناوي كان سالم 100%. التباين اللي انت بتتكلم عليه زي ما انا وانا اتكلمت في البدايه قلت ان كان مهم جدا استغل الحاله الفنيه اللي عندنا، استغل نادي الزمالك والغيابات اللي كانت عند نادي الزمالك، واقدر ان انا اخلص المباراه خصوصا الشوط الاولاني. وهو ده اللي سعيته، وده اللي كلمت اللعيبه، وده اللي حاولت اعمله يعني. عملت اقصى ما عندي طبعا، لكن في الاول والاخر انت برضه بتلعب منافس عن شخصيه، طبيعي لو يرجع في المباراه. وهو رجع فعلا في المباراه، لكن الحمد لله احنا قدرنا برضه نرجع تاني ونسجل هدف تاني. كنت اتمنى طبعا اسجل الهدف الثالث عشان ثقه جمهور النادي الاهلي طبعا الدول الواحد، لكن في الاول والاخر برضه الحمد لله عندنا مباراة تانية. ومهم برضو اللي انت بتلعب مسابقة دوري عام يعني، المنافس يعني نادي الزمالك طبعا النهارده لما تاخد منه 4 نقاط، كنا طبعا نأمل ناخد 6 نقاط، لكن برضو خلينا نبص للجانب الإيجابي وإن شاء الله نقدر نبني عليه إن شاء الله اللي جاي. ممكن طبعا بنحييك على المباراة اللي بتاعت النهارده طبعا، واضح على لعيبة الأهلي الإجهاد. هل انت وجهه نظر حضرتك مثلا ان تلاحم المواسم اللي عليه لعيبه الاهلي واستهلاكها ما بين المسابقات المختلفه افريقيا ومحليا بجانب ان هم لعيبه منتخبات، هو ده ممكن يكون اللي خلى اللعيبه النهارده يظهر عليها الاجهاد في الملعب بالشكل ده؟ طبعا دي حاجه واقع يعني، احنا عايشينه وكل الناس عارفين الامور دي كويس جدا يعني. احنا بقى لنا فترات كبيره جدا ما فيش فترات راحة بين المواسم يعني. اللعيب دلوقتي حتى معدلات المباريات بقت أكتر، بقى في دوري وكاس بطولة، شاركنا في بطولة العرب، شاركنا في بطولة أفريقيا، شاركنا في تصفيات كأس العالم. وأنت عارف دايما قوام النادي الأهلي طبعا، قوام المنتخب دايما من النادي الأهلي، لكن ده قدر أنت لازم تسعى عنه، وده هدف من أهداف النادي الأهلي دايما اللي هو داعم لكل المنتخبات، وده اللي بنسعى عليه. لكن اتمنى طبعا زي ما انت قلت طبعا ان الناس تستوعب كده ان اللعيبه دول بشر مش الات. مهم جدا لما يريحوا، مهم جدا ان هم ياخدوا فترات راحه بين المواسم. النهارده بتشوف كل العالم رغم الظروف اللي فاتت في كورونا وضغط المواسم السنه اللي فاتت، لكن دلوقتي رجعوا وحاولوا ان هو ينظموا الامور تاني، وبدات الدوريات في العالم ترجع زي طبيعتها يعني. فاتمنى ان شاء الله ان احنا ان شاء الله نتدارك الاخطاء دي ان شاء الله. عملت بين الشوطين تغييره عشان بيرس قلت كان جاي من مسافه بعيده جدا اليابان، وكان عامل ماتشين ولعب ماتشين. فبدات طبعا بيرس ان انا مش هقدر اعمل 3 تغييرات بين الشوطين عشان الجهد البدني. مهم جدا ان انت تحافظ على شكل الفرقه،
طريقة اللعب اللي احنا بنلعب عليها، لكن مع مجريات المباراة قدرت ان انا اغير في التوقيتات انا شايفها لا مناسبة، لان انا دايما كنت عاوز اكسب يعني. فكان مهم جدا ان انا احافظ على الشكل دوت، والتوقيتات التغييرات شايف من وجهة نظري طبعا يعني شايفها لا مناسبة. النهارده طبعا علي طبعا اصابه طبعا عنده شد، وحمدي نفس القصه، وديانج عنده في ركبته كان عنده مشكله في الغضروف وهو حقن بلازما يعني، وايمن اشرف برضو حس بركبته. اتمنى ان شاء الله خلال الفتره القريبه البسيطه دي ان شاء الله الفرقه ترجع ان شاء الله. اولا عاوز اقول حاجه اخيره بس، اللي انا طبعا بعتذر جمهور النادي الاهلي، كنت اتمنى ان انا اعمل احسن من كده، كنت اتمنى ان انا اكسب، كنت اتمنى ان انا اساعدكم يعني، لكن في الاول والاخر انا عملت اللي عليا واللعيبه عملت اللي عليا، بشكر اللي عليهم بشكرهم طبعا، وان شاء الله الفتره الجايه ان شاء الله تكون احسن ان شاء الله. والله قمة الاحترام كابتن سامي قمصان، ومش مجاملة حقيقي يعني، رجل محترم. يقول لك أنا آسف، لا حضرتك ما تعتذرش أبدا كابتن سامي، كلنا عارفين إن احنا بنتكلم عن شخصك، أنت عملت اللي تقدر عليه وزيادة بصراحة. فشكرا جدا كابتن سامي قمصان، واثقين إن اللي جاي إن شاء الله هيكون أفضل مع النادي الأهلي ومع حضرتك. وبالنسبة للشكر التاني اللي عايزة أقدمه، أنا عايزة أقول شكرا لطاقم التحكيم الإسباني المحترم، الناس كانت بروفيشنال جدا. لما كان بيشعر حكم المباراة إن في أي محاولة لإضاعة الوقت من أي لاعب، أنا بتكلم من أي لاعب، كان very firm أو كان حاسم جدا، ما فيش الكلام ده، يا تقوم يا هتطرد يا هتاخد إنذار، الكلام كان واضح، القانون بيطبق. فكانت حاجة محترمة جدا امبارح بالنسبة للتحكيم. ولكن برضو هنرجع نقول زي ما كابتن سامي قال كده، خلاص اللي عدى او اللي فات فات، احنا بنركز ودايما بنبص لقدامنا، لا نلتفت للماضي، وده بالنسبه لنا خلاص ماضي. ان شاء الله اللي جاي يكون افضل، في ماتشات مهمه جدا في الدوري لسه منتظره الاهلي، وحاجات زي ما حضراتكم عارفين مؤجلات، فبخير يعني كل الخير ان شاء الله، ما فيش مشكله. بس بيبقى من المهم ان احنا ولو نبص بصه نطول نطلع احيانا على الماضي، وخصوصا الماضي القريب، عشان نشوف العطل فيه. لان انت امبارح في ماتش امبارح يعني انا متاكد ان انت جواكي أربع خمس أسباب مختلفين هم اللي أدوا للنهاية. النتيجة مش الأسباب، لا الأسباب لازم تحلها في اللي جاي ده 100%. لا كلامك مظبوط، الأسباب أو المشاكل اللي عندنا لازم تحل، ومنهم طبعا الفاينل تاتش أو اللمسات الأخيرة أو الفينالة بتاعتنا. دي لوحدها بقى لنا قد إيه بنتكلم فيها؟ لا دي بقى لنا كتير، بقى لنا كتير فعلا. يعني النادي الأهلي فعلا زي ما كنت بقول لك بيستحوذ وبيهاجم بشكل جميل جدا. ولو هنتكلم على امبارح، الزمالك كان عنده مشكلة في الدفاع، واضحة من أول دقايق في الشوط الأول، واحنا داخلين عارفين وقلنا الكلام ده امبارح، ما استغلناش ده بالطريقه الامثل برضه. على كل حال هنتكلم في كل ده في الفقره طبعا الخاصه بالكره في الفقره الاولى. خلينا نروح دلوقتي لملف اخر خاص بالنادي الاهلي، وهو يعني لجنه المراه اللي احنا دايما بنتابع حضراتكم بيها بالتعاون مع اللجنه العليا للجان، وتحت اشراف طبعا الاداره التنفيذيه، نظموا امبارح ورشه عمل بتهدف لتشجيع الانشطه البيئيه واعاده التدوير. طبعا ده فكر دلوقتي عالمي، اعاده التدوير او الريسايكلينج يعني، عشان يعملوا منتجات ذات قيمة، وده بمناسبة اليوم العالمي للبيئة. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، امبارح كان في ناس، بس مش فاكرة كانت في انهي بلد، بس هي تقريبا في امريكا، كانوا قاطعين الطريق بمناسبة اليوم العالمي، يعني ناس قطعت الطريق من اللي هم الاكتيفست اللي هم بيسموهم يعني الناشطين نشطاء في هذا المجال يعني، وقاطعين الطريق بيافتات. فمش فاهمة، طب انت حتى عشان تعبر عن كاز معين او عن حاجة انت بتؤمن بيها، ليه بتعطل سير الحياة والدنيا من حولك؟ فالناس كانت واقفة لفترة طويلة كريم، بعد كده كل ده على الفيديو يعني. قام نزل واحد سواق، كان حاجه زي عربيات نقل نقل كده، قام نزل شدهم من ايديهم ورماهم على الجنب وفتح الطريق. فالواحد بيوصل اوقات لمرحله برضو يعني مش من حقك تعبر. انا يعني انا معاهم جدا، ملف البيئه ده ملف في غايه الاهميه، ويعني اتكلمنا فيه كذا مره، وتغيير المناخ وغيره، لكن مش من حقك ان انت تعطل سير الحياه برضو. فعلى كل حال خلينا نتابع هذا التقرير ونرجع نكمل. في يوم البيئة العالمي بنحاول ان احنا نوصل للناس
اتجاهين، اتجاه وعي ازاي نهتم بالبيئه، والوعي ده نظري هيكون على الشاشه، بنشرح فيه اهميه الحفاظ على البيئه والاثار اللي بتترتب على اي حاجه بتضر بالبيئه انها بتضر بالناس كلها. فالكلام فيه وعي على الشاشه، بنوضح للناس الكلام ده، ده الجزء النظري. الجزء العملي اعلنا مسابقه لعضوات النادي الاهلي نعمل صناعات صغيره باعاده التدوير. اعاده التدوير ديت فيها ايه؟ فيها حاجات مستعمله عندنا في البيت تستحق ان احنا نتخلص منها، احنا مش بنتخلص منها، بنعيد استخدامها. اعاده الاستخدام دي بتعمل وفر في الأسرة، بتعمل شيء من البهجة إن إحنا بنفكر في إن هم يطلع لهم منتج، المنتج ده أيا كان طبيعته في إحساس بالتغيير والرونق في البيت. الخدمة هنا هتكون إزاي تعملي بنفسك كعضوة نادي أهلي، إزاي تصنعي، اتجاه الدولة تنمية المشروعات الصغيرة، طبعا في خطة التنمية المستدامة احنا كنادي اهلي بنفكر بنفس الاسلوب. لجنة المرأة في النادي الاهلي بتهتم بأي حدث بيكون بيهتم بيه الدولة، ففي اليوم العالمي للبيئة فاحنا بنحتفل بيه بلجنة المرأة، ان احنا فكرنا ان احنا نعمل اعادة تدوير المخلفات اللي احنا كل بيت بيطلعها وما بيستهلكهاش، زي مثلا كراتين الورق، برطمانات الازاز، زي بقر المناديل، ان احنا ربة المنزل ان هي تستخدمها في حاجات نافعة للبيت، زي مثلا تعمل بيها ممكن العلبة نستخدمها نعمل بيها علبة حفظ أدوات خياطة، حفظ معالب، نحن بنجيب حاجات بسيطة برضو عندنا في البيت ممكن يكون هنرميها ونبدأ نزينها بيها بحيث نغير شكلها ونعيد تدويرها لحاجة شكلها حلو في البيت نقدر نحطها ونستخدمها مرة تانية. والله هو جالنا الفكرة من السكادجول إن اليوم العالمي للبيئة ده يوم مهم جدا، ان وخصوصا ان في مؤتمر للمناخ هيعمله الريس في شهر نوفمبر. اهميه البيئه والمناخ مرتبطين ببعض جدا، ان انا ازاي احافظ على البيئه، ومن الاسره نفسها ومن المراه بشكل خاص انها ممكن تعمل ترشيد للاستهلاك، الميه، الكهرباء، الطاقه، كل دون ترشيد للاستهلاك. والله اليوم لطيف قوي وعاملين جو حلو قوي في النادي، ويعني تحس بالبهجه اول ما تدخلي كده، ان بلالين واللون الاخضر مدي لون لطيف كده للمكان. يعني والله هو يوم جميل ان احنا نستخدم الحاجات اللي في البيئه ديت وما نرميهاش، لان الحاجات في حاجات كتيره بتبقى في البيت وبتبقى نرميها لكن نستفيد منها وبنعمل اعمال فنيه حلوه. يعني مثلا البرطمانات ديت في الاولاد لو احنا استعملناها وخلينا الاولاد يعملوها بشكل جمالي، يعملوها مقلمه، يعملوها شكل جمالي، يعملوها حاجه، الصندوق بتاع البوكس بتاع الاحذيه دوت بنرميه، لكن ممكن البنات او الولاد يعملوه صندوق ينظموا فيه الحاجات بتاعتهم، الادوات بتاعتهم، هتساعدنا احنا كمان في البيت، يعني هخلي البيت منظم منمق، هتحس البنت ان هي عملت حاجه بايديها كده سعيده بيها، هتحافظ عليها وهتحافظ على البيت وهتحافظ على البيئه نفسها كمان. اليوم كان ترفيه لذيذ لينا، اتعلمنا حاجات لطيفه، التدوير، اعاده تدوير الحاجات، والاطفال استمتعوا. هو احنا النهارده جينا لقينا المسابقه دي، فسجلنا اسمنا انا وبنتي وقالوا لنا تختاروا ايه، فاحنا قلنا نختار اللي احنا نلون على الازاز، فخدنا فعلا تو جارز كده وقلنا خدنا الوان ميه وابتدينا نلون. هم قالوا لنا الحاجات اللي انتوا هتعملوها هتاخدوها. يعني نروح بقى مع حضراتكم لملف مختلف. الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف اعلن عن موعد حفل جائزة افضل لاعب في افريقيا لعام 2022. هذا الحفل سيقام ان شاء الله في المغرب اكيد لتكريم المتفوقين في قارة افريقيا. الحفل هيكون يوم 21 يوليو 2022، ومن خلاله يعني هو تعبير عن تقييم للفترة ما بين سبتمبر 2021 الى يونيو 2022. اكد الاتحاد الافريقي لكرة القدم ان هناك جائزة جديدة سيتم اصدارها في تلك النسخة، وهي مخصصة لأفضل لاعبة في العام في مسابقات الأندية. عايزين نفكر حضراتكم أن حفل الجوائز الأخير في بداية 2020 كان عن طبعا عام 2019، أقيم في الغردقة وفاز من خلاله ساديو ماني لو تفتكروا بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا. تشمل الجوائز أفضل لاعب في إفريقيا رجال وسيدات، أفضل لاعب في إفريقيا للأندية رجال وسيدات أيضا، وكمان أفضل لاعب شاب في إفريقيا وأفضل منتخب ومدرب ونادي وهدف في افريقيا. تقام في المغرب المره دي. اه حلو.
خلينا نروح لخبر لطيف جدا وتكمله لسلسله النجاحات اللي احنا بنتكلم فيها، ان عندنا فعلا ابطال مصريين مؤخرا قدروا ان هم يرفعوا اسم مصر في محافل دوليه مختلفه مش بس محليا. بنتكلم عن المصري علي زين، لو حضراتكم امبارح اكيد تابعته، هو لاعب نادي برشلونه الاسباني ومنتخب مصر لكره اليد، هو توج بلقب دوري ابطال اوروبا للموسم الحالي في انجاز كان كبير جدا وفرحه كانت كبيره جدا وحاجه كانت محترمه جدا، واسم مصر بيترفع في محافل يعني كبيره وعالميه، حاجه يعني اعتقد تسعدنا جميعا. امبارح التعليقات اللي يعني لو اقول لحضراتكم انقلها على الفيسبوك وعلى تويتر، الناس كلها فرحانه بيه جدا. هو حصد كمان مع برشلونه اللقب بعد الفوز على كالسي البولندي، دي كانت بنتيجه 37-35 في مباراه امتدت لغايه رميات الجزاء، يعني ماتش كان فعلا قوي جدا عشان يحقق اللقب رقم 11 في تاريخه. شارك كمان في هذا اللقاء علي زين وقدم مباراه جيده، بنتكلم هنا هجوميا ودفاعيا وكده. لو احنا هنرجع بقى بلغه الارقام والتاريخ، هو اصبح تاني لاعب مصر في التاريخ بيفوز باللقب بعد محمد ممدوح هاشم اللي حققه عام 2018. مبروك عليك يا علي ومبروك علينا، واعتقد لسه سلسله النجاحات متكرره في الخبر اللي جاي معاك كمان يا كريم. ده انا عندي شويه نجاحات على مزاج حضراتكم. تعالوا بقى نروح على مستوى الالعاب المختلفه. الحقيقه فعلا في انجازات كبيره جدا وكثيره جدا اتحققت مؤخرا، يعني كل إنجاز منهم يستحق الإشادة والفخر كمان، يعني فيها شيء من الطمأنة على اللي جاي بإذن الله. الدنيا هتكون واخدانا لفين. الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أشاد بالإنجازات اللي حققتها المنتخبات الوطنية المشاركة في كل من بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة للتايكوندو، بطولة العالم للسباحة بالمجر، وكمان بطولة العالم لجمباز الأيروبيك بالبرتغال. بعثة منتخب التايكوندو فازت بست ميداليات في بطولة كرواتيا الدولية المفتوحة. كمان في إنجاز مهم جدا في بطولة العالم للسباحة بالمجر، حيث أحرزت اللاعبة فريدة عثمان المركز السابع في نهائي سباق 100 متر فراشة، ويعني لأول مرة في تاريخ السباحة المصرية على الإطلاق، واتحطم من خلال هذا الإنجاز الرقم القياسي المصري والإفريقي. فيما جاء مروان القماش في المركز ال 12 في سباق 400 متر حرة. وعلى مستوى منافسات بطولة العالم لجمباز الأيروبيك اللي أقيمت مؤخرا في البرتغال، جاء المنتخب الوطني للجمباز في المركز السابع في أول مشاركة للفراعنة في بطولة العالم. وفي منافسات الفردي تأهلت اللاعبة نورة الحناوي إلى نهائي البطولة في إنجاز كبير جدا، كأول لاعبة مصرية تتأهل لنهائي بطولة عالم في جمباز الأيروبيك، وجاءت في المركز السابع. طبعا مليون مبروك لأبطال مصر في مختلف الرياضات، وإن شاء الله اللي جاي أحسن وأحسن كمان. أنا مبسوطة بيهم كلهم ومبسوطة كمان تحديدا بفريدة عثمان، وطبعا احنا عارفين ده كان إنجاز رائع، وفكرنا شوية بكابتن راني علواني زمان واحنا صغيرين لما كنا أطفال وبنسمع اسم راني، وهي كانت صغيرة جدا برضو بنسمع اسم راني علواني ومشرفانا في المحافل المختلفة. الواحد كان بيبص بجد اللي هو نفسه يبقى ناجح كده في أي مجال هيختاره، بس واحنا صغيرين كنا بنبص لده. النماذج الناجحة كانت بتأثر فينا بشكل كبير جدا وفي تكوين شخصياتنا، طبعا مع اختلاف كل واحد فينا يعني، بس كنت بتنبهر. ففريدة عثمان بتفكرني بكابتن راني علواني زمان، لأن هي متألقة جدا وبرضو واجهتها بعض الصعوبات في البداية، وأنت عارف برضو الناس اللي عندنا كده، بس الحمد لله هم عمالين يقلوا ويصغروا، اللي هو بيطلع يقول لك يعني لازم بنت تلعب سباحه، عارف انت الناس اللي بيصعبوا عليا ولا في يعني بيصعبوا عليا، مش هطول على كده عشان احنا عارف لو احنا قاعدين قعده عاديه هرد ردود كتير. انت عارفه استكمالا لكلامك، والله انا هو انت متخيله الالعاب المختلفه في مصر وخصوصا الالعاب الفرديه اللي احنا يعني نكاد نكون من غير اي يعني دعم يذكر، عندنا ناس عاملين شغل زي الفل. امال لو الناس دي اتدعمت، امال لو بقى عندنا سبونسرز للرياضات المختلفه، انت متخيله هنعمل ايه؟ في دلوقتي في يا كريم دلوقتي اصبح عندنا بشكل كبير. طبعا انت لو بتقارن بزمان لا في فرق كبير جدا، بس انا من اشد المعجبين حقيقي بفريده عثمان، بنت رائعه ولسه قدامها مستقبل عظيم جدا ان شاء الله، وترفع اسم مصر في محافل دوليه مختلفه. وبالنسبه للناس طبعا اللي هي كمان انت بتقول بتدعم، لا الاعلام بيدعم والسوشيال ميديا اكيد بتدعم، وعندك برضو سبونسرز كتير دلوقتي
دلوقتي، لان خلاص هو الراجل في الاول وفي الاخر صاحب الشركه او غيره او اي يعني كيان بيبقى عايز ان هو يدعم حد تألق. يعني هو ممكن يروح دلوقتي اللعبة جماعية مش محققة حاجة عشان مجرد ان هي لعبة جماعية وتكرار لثقافة ملهاش لازمة، لا ما بتبقاش كده. انت عندك سبونسرز للسكواش بشكل كبير جدا، عندك كمان في تنس الطاولة البينج بونج، وعندك في بنتكلم في السباحة. لا يعني احنا كام ضيف جالنا قبل كده من ابطال مصر في رياضات مختلفة، ولما بنيجي نتكلم معاهم على حتة الدعم سواء جاي من الاتحاد المعني بالرياضة او من الوزارة تلاقيهم ايه يعني هو مكسوفين مش عارفين يقولوا ايه يعني تحديدا. ايوه صح. للاسف والله العظيم يا نهاوند احنا فعلا عندنا قماشه رائعه في كل حاجه، في كل الرياضات، في القرى والكفور والنجوع والمحافظات النائيه وكل حته في مصر في عندنا ابطال مستنيين الفرصه، بس حد ينفخ التراب اللي عليهم، فاهمه ازاي؟ هنولع الدنيا والله بالمعنى الحرفي. نتمنى الثقافه فعلا دي تتغير، هي اتغيرت بالفعل بس نتمنى ان هي تتغير بشكل اكبر كمان. دكتور محمود شاهين معانا على التليفون. يا دوك صباح الفل، وهنقول مبروك بقى، خلاص هنقول مبروك، حلو تعادل مش وحش. صباح الفل استاذ نهاوند واستاذ كريم، انا شخصيا زعلان جدا على التعادل. والله احنا كمان، والله احنا يعني كمان الاهلي كان مش متعودين ان الاهلي يكسبوا بعد كده يخش في مرحله صح خساره او يعوض الخساره في اخر 10 دقائق. فطبعا لا، احنا الاهلي كان المفروض يخلص الموضوع بالشوط الاولاني وكان هيعمل سكور كمان. الحمد لله يعني الحمد لله عدت بقى. ما كانش ينفع برضه اخش معاك على الطقس على طول يا دكتور محمود عشان انا عارفه عشقك للنادي الاهلي. معلش يلا ان شاء الله اللي جاي يكون احسن بكتير باذن الله، يليق بينا ويليق بالفريق وكجماهير طبعا. طبعا. اروح مع حضرتك لان امبارح ما عرفناش نتواصل معاك، عايزين نعرف الفتره هذا الاسبوع ان شاء الله هيكون عامل ازاي، هل هيبقى فيه استقرار شويه لدرجات الحراره؟ اعتقد الجو اليومين دول كويس يعني الى الحمد لله الجو كويس. يعني النهارده يعتبر اخر يوم في فصل الربيع، بكره ان شاء الله يبدا فصل الصيف فلكيا وجغرافيا ومناخيا كمان. كويس. ان تبدا بقى يبدا منخفض الهند يظهر تاثيره بشكل اكبر خلال الايام اللي جايه. مفيش بقى انخفاضات في درجات الحراره زي اللي كنا بنشوفها في ايام الربيع اللي بتصل فيه درجه الحراره ال 31 و31 درجه، مفيش الكلام ده خلاص. ايه ده؟ هو كده درجات قليله 30 31؟ طبعا العلم كان في اعتدال شديد في درجات الحراره ده والجو كان ربيعي بقى وكده. هنبدا بقى نخش شويه على درجه الحراره 34 35 40 42 40 ده في الصعيد، عشان في الصعيد 40 فعلا. انما بالنسبه للقاهره طبعا درجات الحراره الايام اللي جايه من 34 ل 35 درجه، مع نهايه الاسبوع تصل الى 36 درجه يوم الجمعه والسبت. كويس. يعني الحمد لله لسه ما فيش موجات الحمد لله. طيب عايز اروح مع حضرتك للاماكن اللي هي زي مثلا الساحل الشمالي، اسكندريه، الاماكن اللي هي معتاد الناس المصريين بيروحوا يصيفوا فيها، درجات الحراره ازاي؟ لان لسه الناس مش عارفه هل ده الوقت المناسب عشان اروح الساحل ولا استنى شويه، اروح الجونه ولا استنى يعني، ولا خلاص راحت على الجونه، نعرف من حضرتك. لا هو خلاص الفتره دي طبعا هي فتره المصايف، ما فيش كلام. درجات الحراره هناك تعتبر افضل درجات حراره في جمهوريه مصر العربيه كلها، المناطق الشماليه الساحل الشمالي وهذه المناطق درجات الحراره فيها بتتراوح من 29 ل 30 درجه مئويه خلال فترات النهار. فترات الليل لسه نسب الرطوبه ما ارتفعتش بشكل كبير، لان برضو المناطق الساحليه دي بالليل بنلاقي الرطوبه عاليه قوي في الاماكن دي في عز فصل الصيف، انما دلوقتي الحمد لله لسه نسب الرطوبه ما عليتش بشكل كبير. كويس. درجة الحرارة الصغرى من 20 ل 22 درجة، فهي دي الأجواء المناسبة جدا إن شاء الله للمصايف بإذن الله. المناطق الجنوبية بقى طبعا هي اللي ترتفع فيها درجات الحرارة بشكل ملحوظ من 38 ل 40 درجة مئوية شمال وجنوب الصعيد، وده طبيعي طبعا في هذا التوقيت من العام. صحيح. في ظواهر جوية ممكن تعوق المسافرين، استاذ المسافرين على الطرق سواء رشاط رياح أو تراب أو سبورة. في ظواهر جويه الحمد لله تعوق حركه السفر امنه من حيث الطقس على مدار ال 24 ساعه باذن الله. كويس جدا هايل، ويعني تغطيه سريعه من حضرتك، شكرا ليك جدا دكتور محمود عليها، اشكرك. قال لك 36 ولسه ما فيش موجات، امال لما الموجات تبتدي تهل علينا هتروح بينا. خلي محبي الصيف ينبسطوا بقى كريم، خلاص هنعمل خليهم ايه؟ خليهم يستمتعوا بالمنخفض الهند. كل ما الجو يقلب هيقول لك منخفض الهند، هو اللي جايبنا ورا. انا بقلق من منخفض الهند ده والله. ربنا معانا بقى. طيب احنا هنطلع فاصل سريع ونرجع بقى.
اهلا بكم من جديد، عوده مره ثانيه لحلقتنا النهارده من 10 الصبح في الاهلي، ونروح بقى مع حضراتكم على طول للصحافه الرياضيه، وتنضم لنا عبر سكايب الاستاذه منى عمر الصحفيه باليوم السابع، اللي اكيد هتقول لنا على مجموعه من اهم المانشيتات. طبعا المانشيتات لن تخلو من التعليق عن مباراه الاهلي بالامس، ومنهم مانشيت عن المكاسب، وتحديدا 5 مكاسب لعلي زين بعد تتويجه بابطال اوروبا لكره اليد، وكمان كلام عن ماني وذهابه الى بايرن ميونخ. استاذه منى صباح الفل، اهلا بحضرتك، اتفضلي. صباح الفل عليك يا كريم وصباح الفل على الاهوال. انا قلت بالغلط يا استاذه منى انك صحفيه في اليوم السابع، في حين انت صحفيه في موقع يلا كوره، بس يلا ما روحناش بعيد. اهلا بيكي، صباح الفل، اتفضلي سامعين حضرتك. صباح الخير عليك يا كريم، ولا يهمك، بالاخر حبايب يعني. ربنا يخليك، عامله ايه في بيتها يا فندم؟ في بيتها، اتفضلي. بالظبط. انت سامعانا يا استاذه منى كويس صح؟ خلينا نبدا باول مانشيت اللي كان كريم بيقوله لحضرتك، هو فكره هنا الحديث او المانشيت عن الاهلي بيغلق صفحه مباراه الزمالك ويستعد لمواجهه غزل المحله، بس طبعا احنا ده عارفينه ان احنا خلاص بنبص لقدام، بس كلامنا دلوقتي مع حضرتك برضو، كيف قيمتي او كيف رايتي المباراه بالامس، وهل فعلا زي ما بيتقال ان الاهلي كان عنده فرصه في الشوط الاول ان هو يحسم المباراه وكمان بسكور يعني؟ خلينا نعرف وجهة نظرك برضو كطبعا خبيرة في هذا الملف، تفضلي. اتفق معاك يا هوندا، انا شايفه ان الاهلي قرر فوز فعلا، كان سهل جدا ان هو يحسم المباراه من الشوط الاول، ده مش معناه ان هو كان سيء في الشوط الثاني، بالعكس الفرقتين قدموا الشوط الثاني مباراه جيده جدا، بس كان اسهل للاهلي انه كان يحسم الفوز في الشوط الاولاني، خصوصا بعد هدف شريف، يعني بعد هدف شريف اصلا كان في فرصه سهله جدا كان ممكن نجيب بيها الهدف الثاني، فكان الماتش كان هيتقتل خلاص. بالظبط. بس في النهايه خلينا نقول انه المباراه ما كانتش نتيجه بس، يعني الحمد لله ما خسرناش، مش سيئه على الرغم ان كان الاهلي ان هو يفوز، لكن كان في مكاسب كتير احنا حققناها في مباراه امس، كسبنا مدرب محترم جدا جدا جدا، مدرب عاقل، مدرب رزين، كابتن سامي نصام كل التحيه ليه طبعا. محمد شريف يعني هدف طبعا بعد 7 مباريات ما كانش بيسجل فيها، وبعدين سجل هدف قدام المنافس، فدي طبعا هتدي له دفعه معنويه كبيره جدا. نفس الكلام بالنسبه لصلاح محسن، كان غايب تماما عن التهديف، كان محتاج هدف زي ده عشان يرجع له الثقه فيه تاني. باذن الله الاهلي عنده مباراه يوم الاربعاء مع غزل المحله، نتمنى له فيها طبعا كل التوفيق، طبعا لسه في المركز الثالث لكن ليه 3 مؤجلات، معاه 41 نقطه، في فرق 4 نقط عن المنافس اللي هو في المركز الاول 45 نقطه، بس طبعا الاهلي لعب 18 مباراه والمنافس لعب 21 مباراه. لسه انا عندي بس قبل ما نروح لملف اخر مع كريم، طيب بمنتهى الشفافيه من وجهه نظرك يا منى، ايه الاسباب اللي ادت الى التعادل بالامس؟ رغم كل اللي احنا بنتكلم فيه والنقاط اللي ذكرتيها واللي انا وكريم قلناها في الحلقه واللي غيرنا قالها، ايه الاسباب الحقيقيه وراء التعادل؟ ايه اللي كان ممكن يحصل ونوصل ان احنا زي ما بنقول يا جماعه الجيم كان مفتوح، يا جماعه كان يخلص بسكور؟ ايه الاسباب اللي ما خلتناش نعمل ده؟ كلمه واحده، الاجهاد. الايه؟ اللعيبه واضح عليها تمام، اللعيبه واضح عليها الاجهاد البدني جدا، ده لازم يتحل الفتره الجايه. طبعا الفترات اللي فاتت لعبوا من مباريات متتاليه، ندخل نخلص بطوله ندخل بطوله، اللعيبه الدوليه تروح مع المنتخب، طبعا يعني زي ما بيقول بالبلدي كده اللعيبه اتهلكت، بس في مدرب بدني هو اللي بيشتغل على الجزء ده. امبارح شفنا حتى محمد الشناوي مستواه متراجع، صح، في علامه على الجهد البدني او على الاداء البدني للاعيبه الاهلي، ورغم كده كانوا ماسكين نفسهم امبارح، وكان هم اقرب ان هم يفوزوا، بس التراجع الاداء حتى في الاخر علي معلول ما قدرش يكمل المباراه، واضطر حمدي فتحي نفس الكلام، ففي اجهاد بدني، اجهاد المشكله دي لازم تتحل المباريات اللي جايه في الدوري، هتبقى احسن عشان ان شاء الله باذن الله نقدر نستعيد اللقب
ان شاء الله. عموما احنا بندعوك انت شخصيا ان انت تتابعي معانا الفقره الحواريه الاولى في حلقتنا النهارده، لان احنا اكيد هنتكلم وبالتفصيل عن كل هذه النقاط. طيب تعالي نروح لمنشات في موقع كوره ليه علاقه بعلي زين، والمنشات بيقول تحديدا 5 مكاسب لعلي زين بعد تتويجه بابطال اوروبا لكره اليد، فالتفاصيل عند حضرتك بقى، اتفضلي. كريم علي زين، يعني احنا كلنا كنا فخورين جدا 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 ان عندنا لاعب مصري رفع علم مصر بيلعب في برشلونه الاسباني، قدر ان هو يحقق دوري ابطال اوروبا، ومش هقول بقى مثلا كان في القايمه وخلاص ما كانش بيلعب، لا كان موجود في فترات متقطعه خلال المباراه، قدر ان هو يسجل هدف في الوقت الاصلي، قدر ان هو طبعا هي المباراه انتهت بالتعادل واتحسمت برميات الترجيح، فهو سجل هدف في الوقت الاصلي وسجل كمان رميه ترجيحيه كانت مؤثره جدا في تتويج برشلونه. علي زين مش دوري ابطال اوروبا بس اللي حققه مع برشلونه، هو حقق كمان الدوري وحقق معاهم الكاس وحقق معاهم السوبر المحلي وسوبر كاتالونيا، فعلي زين مقدم مشوار رائع 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 الواحد يفتخر بيه جدا كمصري في برشلونه، كنا نتمنى طبعا ان هو يستمر ويكمل، لكن هو طبعا هيروح يعني نادي ثاني دينامو بوكارست على ما اتذكر يعني، نتمنى له طبعا كل التوفيق. طبعا كمان منتخب مصر لكره اليد ان شاء الله الشهر الجاي عنده بطوله كاس الامم الافريقيه، فطبعا باذن الله منتظر مشاركه في البطوله. الانجاز كمان يا كريم اللي حققه علي زين هو حققه محمد ممدوح هاشم لاعبنا طبعا مع مونبيليه سيزون 2018، نتمنى كل التوفيق يا رب لعيبتنا كلهم بره مصر اللي احنا رافعين علمنا وبنشرفهم. جميل. طيب بالنسبه بقى لساديو ماني والكلام عن انتقاله لبايرن ميونخ وليفاندوفسكي اللي لسه موقفه غير واضح لغايه دلوقتي، ايه التفاصيل المتعلقه بالملفين دول؟ هو خلاص مما لا شك فيه يعني ان الثنائيه بتاعت صلاح وماني خلاص هتنتهي. ماني خلاص على اعتاب بايرن، المفروض ان هو هيسافر النهارده او بكره علشان الكشف الطبي وعلشان يوقع على العقود، فخلاص رحله ماني مع ليفربول انتهت، وده هيترتب عليه طبعا ان احنا نشوف شكل جديد تماما لليفربول السيزون الجاي مع الصفقات الجديده طبعا اللي هو تعاقد لسه مؤخرا متعاقدين مع لاعب اوروغواياني هايل 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 اسمه دارين نونيز من بنفيكا، فغير طبعا عندهم لويس دياز كان صفقه السيزون اللي فات، غير ان في فيرمينيو غير ان في جوتا، فاكيد اكيد شكل ليفربول السيزون اللي جاي هيختلف طبعا في وجود صلاح، لان هو صلاح اكد ان هو هيبقى مستمر. ماني اللي خرج اخرج في هدوء تام زي ما دخل زي ما خرج، بس طبعا يعني مش هدوء ان هو ما عملش حاجه، لا طبعا هو خرج من الباب الكبير ده، اقصد يعني من غير ضجه، من غير صخب. ايوه مظبوط، من غير ضجه او من غير بالظبط كده، وده ياكد برضو ان التصريحات اللي هو كان خرج وقالها قبل كده لما كان في السنغال بخصوص ان هو مش هيكمل مع ليفربول ان هي ما كانتش دعابه او مزحه زي ما هو طلع حاول يصلح الامور يعني، فخلاص رحله ماني مع ليفربول 99% خلاص انتهت، وده هيفتح الباب لرحيل ليفاندوسكي. ليفاندوسكي اقرب الانديه اللي هو ممكن يروح لها هي برشلونه، يعني برشلونه هو النادي الوحيد اللي هو قدم له عرض رسمي وهو في انتظار ان هو يوقع معاه، وهو طلع واعلن اكثر من مره وقال انا مش هكمل في بايرن ورحلتي مع بايرن ميونخ خلاص انتهت يعني، فاقرب ان هو يروح برشلونه يحاول يظبط هجوم الفريق شويه. كميات التبديل والتوافيق حصلت الفتره الاخيره مش طبيعيه. بس انا مستغربه ليفاندوفسكي في برشلونه الصراحه، لان برشلونه ليس الافضل حتى بعد كل المحاولات الاخيره لتحسين وضعه، لسه بيعاني من مشاكل كتيره جدا، فوجود ليفاندوفسكي وانتقاله لبرشلونه هل هو من وجهه نظرك يا منى الاختيار الامثل ليه ولا لا؟ والسؤال الثاني برضو اللي خاص بماني، طب لو ماني اتحسم امره برضو لسه محمد صلاح، ده التساؤل اللي برضو ما زال ناس كتير بالملايين بتساله، ما هو مصير محمد صلاح مع ليفربول؟ هل هو الاقرب لاعاده مثلا التجديد معاهم، ولا هو كمان ربما يرحل ونسمع قريبا ان هو انتقل لنادي اخر يعني؟ ومن الاسماء برضو المطروحه باريس سان جيرمان، ولو اني اشك في هذا الامر، خلينا نعرف منك، اتفضلي.
بالنسبه لليفاندوسكي اكيد انه لا طبعا مش برشلونه مش النادي الانسب ليه، بس هو النادي اللي قدم له عرض. شايفه ان هو ريسك، يعني ليفاندوسكي هياخد الريسك، ممكن يروح هو اللي يشيل برشلونه او يعيد امجاد برشلونه زي ما احنا ما بنقول، ويبقى هو النجم الاول. كان ميسي عملها يا منى، كان ميسي عملها، بس مش هيحصل يعني. ده يعني ميسي كان ليه اسباب اخرى يا نهاوند في رحيله، ما كانش رحيله علشان ال يعني تراجع اداء برشلونه بس، كان ماديا. ميسي كان لاخر وقت، منها اسباب ماديه، منها اسباب ماديه ومنها اسباب اداريه ومنها قانون الليجا اللي اتعمل، انه حتى ما كانش ينفع ان ميسي يقعد حتى ببلاش، يعني هو لحد اخر وقت هو ما يمشي من برشلونه اصلا. فميسي حاجه ثانيه خالص غير ليفاندوسكي. كمان دلوقتي برشلونه عامل وقع عقد رعايه مع سبوتيفاي، فدي طبعا دخلت له اموال كتير، وبالتاكيد راتب ليفاندوسكي مش هيبقى زي اكيد يعني. اكيد انا شايفه ان ليفاندوسكي اتفضلي يا منى. ليفاندوسكي واخد ريسك، قد يصيب وقد يخطئ، يعني نتمنى له طبعا التوفيق، يعني لان هو مهاجم من تروس فريق الحقيقه. يعني بالنسبه لسؤالك الثاني انا هوانا عن محمد صلاح، ما فيش اي كلام خالص 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 الفتره دي عن تجديد العقد او ان في مفاوضات، الامور هادئه تماما تماما تماما. اخر حاجه قالها صلاح ان هو مع ليفربول لحد السيزون الجاي، معنى كده انه من فتره الانتقالات الشتويه صلاح ممكن يوقع عقد مجاني مع اي نادي بدون رجوع لليفربول، طبعا دي حسب اللوائح. فمعنى كده ان لو صلاح ما هيمشي من ليفربول مجانا، ودي اعتقد ان هي هتبقى ضربه قويه جدا 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 ليفربول من الناحيه الماديه، يعني طبعاً. قبل ما تكون طبعا من الناحيه صحيح فكره ان يروح باريس، اعتقد لا، مش تفكير صلاح. تمام طب ولا انا والله ما اعتقدش برضه. اولا احنا بنشكرك جزيل الشكر للاستاذه الصحفيه منى عمر، الصحفيه بموقع يلا كوره، نورتينا وبنشكرك على وجودك معانا في حلقتنا النهارده. حلوه منها فعلا، وزي ما انت بتقول ميركاتو او يعني الانتقالات الاخيره دي تبديل وتوفيق كلها غريبه يعني. وبعدين التجربه اثبتت على الاقل عند هنقول ثلثين الناس اللي سابوا الاماكن اللي هم صنعوا اساطيرهم فيها، غالبا غالبا من خرج من داره، غالبا ده بيحصل مع كم الاكبر، بس اما نشوف هيحصل ايه الفتره الجايه. هو ما يهمنا محمد صلاح جدا يعني كده. طبعا ولسه قدامه تقريبا الى لغايه 2023 نهايتها، بس طبعا لازم بيكون في حسم للامور من قبلها بفتره. هنتابع اكيد خلال الشهور القليله القادمه وضع محمد صلاح. نروح فاصل ونرجع نكمل، خليكم معانا. بكم مرة ثانية. الحقيقة مباراة الأمس كانت مباراة دراماتيكية بكل ما تحمله الكلمة من معنى. شفنا أن الأوضاع اتقلبت فيها أكتر من مرة، وتحديدا ما بين الشوط الأول والشوط الثاني. شفنا أن عندنا، لو هنتكلم عننا عن النادي الأهلي، شفنا أن عندنا مجموعة من اللاعبين، مش واحد ولا اثنين، أكتر ما كانوش هم اللعيبة اللي احنا عارفينهم، يعني ابتداء من الشناوي مرورا بقفشة، طبعا الأسماء يعني متعددة. والحقيقة الماتش امبارح كان مليان تفاصيل ما بين إيجابية وما بين سلبية، تستحق كل واحدة فيهم على حدة أن احنا نقف عندها ونتأملها ونتناولها بشيء من النقد والتحليل، وده اللي هنحاول نعمله دلوقتي حالا مع كابتن أحمد عبد الفتاح نجم النادي الأهلي السابق اللي منورنا في الحلقة. صباح الفل يا كابتن وأهلا بيك. صباح الخير يا كريم وصباح الخير. بونجور جدا يا فندم. والله يعني أنا حاسة أن أنت مش جاي مبسوط قوي، صح كده؟ أكيد طبعا. بعد مباراة امبارح كان عندنا امل كبير، بعد حتى البدايه كانت موفقه لعيبه النادي الاهلي، موفقه جدا بصراحه، والخوف الكبير جدا من لعيبه نادي الزمالك وادائهم الشوط الاولاني، كان في فرصه ان احنا نعمل شكل افضل، كان عندنا فرصه ان احنا نعمل نتيجه افضل، كنا عندنا فرصه ان احنا نحسم الدوري بدري، صح، لان مكسب امبارح كان هيدخلنا في موضوع تاني خالص وفي سكه تانيه خالص، هتفرق كبير جدا، فرق كبير جدا بنعدل النقط بينك وبين كل ده. ما حصلش ليه يا كابتن في رايك؟ والله في عوامل كتيره طبعا، الثقه الزياده بعد اداء الشوط الاولاني وشكل اداء نادي الزمالك طمن لعيبه النادي الاهلي. ايوه لعيبه خلاص حست ان هي ممكن تكسب في اي وقت، هي كسبانه 1-0 عادي، نادي الزمالك مش المنافس اللي باين ان هو هيخش المباراه ويقدر يجيب جون فيك، لانه كان بعيد تماما عن مرمى الشناوي الشوط الاولاني.
دي النقطه الاولانيه. النقطه الثانيه عندهم دفاع ما كانش افضل شيء، واحنا داخلين عارفين ده، واخدين ان هم بيلعبوا بناشئين يعني. غير الدفاع، غير الدفاع هم كمان هجوميا ما كانش لهم شكل هجومي، بيحاولوا هم يقفلوا، بيحاولوا هم يقفلوا، بيحاولوا يقفلوا، بيحاولوا يبعد الفرص الناتجه للنادي الاهلي. حتى الهجمه المرتده بالنسبه لهم كانت ما فيهاش، ما لهاش شكل لغايه لما التغييرات اتعملت بتاعت فيريرا، وطبعا الشوط الثاني. انا مش بتكلم على تحديدا شيكابالا، الحقيقه قلب مجريات الامور اكيد تمام. طبعا خبره شيكابالا طبعا لعيب جيد جدا، مهارته عاليه جدا، زائد ان هو كده قائد لنادي الزمالك، قائد لفريق نادي الزمالك. نادي الزمالك كان الشوط الاولاني هتحس ان هو ملوش قائد، الاصرار زاد عند لعيب نادي الزمالك، ده عند نادي الزمالك. عند النادي الاهلي الموضوع اختلف بسبب حاجات ثانيه خالص، اجهاد معظم نجوم الفرقه زي حمدي فتحي واصابه حمدي فتحي، اللي انا شايفها نقطه مهمه جدا في اداء النادي الاهلي في مباريات كتيره، مش مباراه امس. حمدي فتحي من الناس اللي وجودهم مهم جدا في نص ملعب النادي الاهلي، اصابته تعملك مشكله كبيره جدا. بس احنا برضو لازم نقف عند النقطه دي، ان حمدي فتحي اصاباته كترت، مش سبب ان حمدي فتحي، لا بسبب ان هو تلحم المباريات، منتخب ماتشات كتيره ما بيلحقش يكتمل شفائه اكيد. لكن نتكلم اجهاد حمدي فتحي، اجهاد علي معلول واصابته، اجهاد السوليه، احمد عبد القادر مش في حالته، شايف ان قفشه بيقول انه قفشه، بس انا شايف ان قفشه افضل الناس، بس مش العادي، مش العادي بتاعه طبعا. لكن يعني انا شايف، احنا شفنا من قفشه امبارح قول 40% من قدراته وامكانياته، اكيد اكيد حتى طبعا ما وصلناش للنص. كان في ترجيع لورا، يعني انا برجع الكوره لورا مع قفشه برده، يعني ما كانش بيطلع لقدام، ما اعرفش ناحيه المرمى لو تصلح لي، بس ده اللي انا شفته. نادي الزمالك طريقه لعبه كان عامل زون ديفنس، فقافل المساحات كتير، فبيحاول يدقوا الكوره من ورا عشان عشان نادي الزمالك يكون عنده اندفاع هجومي، فالمساحات تبقى اكتر لعيبه النادي الاهلي. لكن لعيبه نادي الزمالك انا شايف الشوط الاولاني ما لهمش وجود خالص. الاهلي كان بيلعب الاهلي خساره بصراحة. خساره كبيره جدا انك انت ما تكسبش المباراه دي، خساره كبيره جدا ان انت ما تعملش حتى سكور. احنا مشكلتنا في مصر الناس ما بتفتكر اخر نص ساعه من المباراه، فايه او اخر 3 4 مباريات من الموسم، فيحسسك ان نادي الزمالك هو الافضل. لا، لو تفكر في المباراه عامه كلها اجمالية، لا، النادي الاهلي لعب شوط هو كان الافضل، ونادي الزمالك يعتبر هو الافضل شوط التاني. لكن انا اقول لك على نقطه مهمه جدا، النادي الاهلي لما حس ان النتيجه وصلت 2-1 شوف الاصرار والروح، عوضها على طول. بس انت لو الثلاث دقايق دول لعبت بيهم الشوط التاني والاصرار ده، الموضوع كان المباراه كانت رايحه في حته ثانيه خالص. ما نلعبش بيهم ليه من اول الشوط الاول اساسا؟ وش بقى الثاني؟ ليه ما نلعبش دي بدايتنا ونستمر على هذا الامر؟ يعني احنا لو سجلنا، طالما ربنا كرمنا وسجلنا هدف مبكر، ليه بقى ودي قافه عندنا في كره القدم المصريه؟ مش بتكلم على الاهلي، بتكلم في المطلق مصر. حتى على صعيد المنتخب نجيب جول نرقد بقى عليه فتره. النتيجه هي اللي بتاثر على اداء اللاعب، يفضل يشد حلو النتيجه 0-0، يقرص لغايه ما يدرس على نفسه لغايه ما يقدر يجيب جون، تحس ان الدنيا هديت شويه، انا خلاص انا كسبان، والفرقه الثانيه اللي خسرانه تلاقيهم هم اللي دايسين عايزين يوصلوا للتعادل، واول ما يتعادل تحس تشوف بقى الدوافع ومين اللي عايز يكسب المباراه. لكن انا شايف ان المباراه فيها حاجات كتيره، المباراه راحت ومباراه وجت، وفي شغل للمدربين، كل واحد عنده فكر، كل واحد عايز يوصل المباراه بشكل معين، النتيجه هو عايزها معينه. لكن عايز برضو اشيد بدور سامي كبسامي قمصان والدور اللي عمله والفتره القصيره دي من ساعه ما مسك الفرقه. طبعا مش عايزين نقصوا على كابتن سامي، لا كابتن سامي مدير فني واعد، كابتن سامي عمل اللي عليه وعامل شغل كويس جدا. لاي انتقادات على فكره ايه؟ ما كانش كابتن سامي عرضه لاي انتقادات من اي طرف. عايزين بقى انا دلوقتي منطقنا دلوقتي بتكلم ان هو كابتن سامي من المدربين الكبار اللي استفاد كبير جدا الفتره اللي فاتت من المدربين الفنيين اللي اشتغل معاهم، خد الفرصه، واتمنى ان الفرصه تطول معاه شويه ويشتغل المباراه اللي جايه، هنلاقي شكل تاني خالص لاداء النادي. النقطه الوحيده كنا يعني بس يعني بغض النظر ولا يعني لا غبار على اي حاجه عملها بصراحه، له كافه الاحترام وكامل الاحترام، ولكن احنا كنا كجماهير الاهلي لان احنا كنا واثقين كمان ان ده ممكن على فكره يحصل، وان شاء الله يحصل قدام. في لعيبه مؤقتين عندنا كانوا كسبوا الزمالك وهم مؤقتين، زي لسه كنت بقول انا وكريم في الانترو، كابتن عبد الشافي، محمد
يوسف، عندك فتحي مبروك، ناس كتير جدا بالظبط، حسام البدري، في اسماء كتيره قلناها. خد الفرصه. وكابتن سامي كان ممكن يعني زي ما بيقول ايه يحصل او ينضم اسمه طبعا، ولكن أكيد. على كل حال امبارح كانت المباراه برضو ظروفها غريبه بالزبط. غريبه بالزبط. بس الحاجه الحلوه بقى، الحاجه الحلوه جدا وده كلام لازم يتقال بصراحه، هي الجماهير والمشهد المحترم والراقي اللي احنا كنا بنتكلم عنه من بدايه اليوم امبارح قبل المباراه بساعات يعني، وقلنا احنا عايزين نشوف مشهد راقي، وبصراحه كان جماهير الزمالك والاهلي اكثر من محترمين الاثنين، وكمان اللعيبه الروح الحلوه اللي شفناها كانت برضو حاجه بصراحه لازم الواحد يقف عندها ويتقال، ما حد لما يشوف حاجه حلوه لازم يقول عليها حاجه حلوه. كان في لقطات حلوه كتير امبارح. ده بسبب اللجنه اللي بتدير الدوري الممتاز، اللجنه ليها قرارات معينه، وحصل اي خروج عن النص وحصل بين جماهير كتيره جدا، وحصل في قرارات، في ناس بتتمنع عن وجود المباراه لعدد معين، في ناس بتتمنع على طول، فالقرارات دي مخوفه خلاص، عرفت ان مفيش هزار، اي حد هيخرج عن النص مش هيبقى ليه دور في وسط جمهور فرقته، فده اللي مخلي شكل الجمهور متحضر، شكل الجمهور كويس، حتى كمان علاقه اللعيبه مع بعض هي اللي بتوصل الجمهور لكده، لو حصل اي مشكله في الملعب ده بيعود على الجمهور وبيرجع للجمهور، بتحس ان في مشكله بتحصل للجمهور، لكن علاقه اللعيبه الحمد لله امبارح كويسه جدا، شفنا مواقف كتيره جدا، شيكابالا مع مصطفى شوبير، شفنا وليد سليمان مع مدرب الحراس عاشور بتاعهم. شفنا حاجات حاجات حلوه، دي بتاثر على الجمهور، بتخلي الجمهور علاقته مع بعض كويسه جدا، هي بتاثر على الرياضه المصريه على فكره، مش أكيد بس طبعًا. على أكيد. يعني أكيد. الاهلي او الزمالك. نروح فاصل، حديثنا اكيد لسه مخلصش يعني، فاصل سريع جدا ونرجع نكمل. يا اهلا بيكم مره ثانيه، رجعنا عشان نكمل دردشتنا مع كابتن احمد عبد الفتاح اللي منورنا في حلقتنا النهارده، وكنا وقفنا في الكلام عن يعني مش مقارنه بس يعني ايه، مرينا كده سريعا على فيريرا بالمقارنه بكابتن سامي ومسام، بس احنا اتكلمنا اكتر عن كابتن سامي، تعالى نشوف رؤيه حضرتك يعني لفيريرا وتحديدا التبديلات وما نتج عنها من تغيير جذري في مجريات الامور. لا فيريرا كان بيشتغل على حسب نتيجه المباراه، يعني لما كان هو بدايه المباراه كان بيلعب ثلاثة مدافعين، عبد الشافي والونش ولاعب وكان 3-4-3 وبيدي حرية لعبد الله جمعة، ولكن لما النادي الأهلي بدأ يجيب جون وبدأ الشوطين غير بقى، غير طلع عبد الشافي ونزل شيكابالا لأنه عايز يعدل الموضوع تاني، حاول يمسك نص الملعب، وده اللي حصل فعلا في وجود شيكابالا. لما تلاحظ لما كسب جاب الجون الثاني راح بدا يغير زيزو ونزل عبد الجواد مدافع، فكره اتغير ثاني برضه انه قلقان عايز يحافظ على المكسب. النادي الاهلي لما تعادل هو فكره كل المباراه حاسس بلعبته وحاسس النقص اللي عنده، عايز يطلع المباراه بالتعادل، لكن كابتن سامي بالنسبه لبدايه المباراه تشكيل الفرقه من الاول عايز يكسب المباراه. في نص ساعه من مباراه الشوط الثاني انا شايف ان هي نص ساعه دي لعيبه النادي الاهلي هي اللي خرجت بره التركيز. أيوة. عمل بعض واصابه حمدي فتحي انا شايف ان هي نقطه تحول كبيره جدا في اداء النادي الاهلي، نزول متولي في نص الملعب، وانا شايف ان متولي لسه برده ما وصلش ل 100% من لياقته البدنيه، غيرت من اداء النادي الاهلي، نص الملعب تاه من النادي الاهلي شويه، رجع تاني كابتن سامي عمل بعض التغييرات ورجع متولي لعب في خط الظهر ولعب قفشه في نص الملعب، ومحمود وحيد نزل مكان علي معلول، ادت قوه شويه مع صلاح محسن، ادت قوه شويه للنادي الاهلي كان عايز يرجع للمباراه وعايز تحس كمان انك انت بعد ما جبت الجون الثاني التعادل، بص لعيبه النادي الاهلي محدش بيحتفل، كله بيزق صلاح محسن بيقول يلا يلا عشان نكسب الثالث، لان انت عارف انت شكلك في المباراه كان ايه بالزبط. وانت كان شكلك ان لازم تكسب، لكن ما كانش في وقت، لكن الوقت لو كان معاك اكتر او اطول مع الدوافع ومع الاحساس فعلا ان انت المباراه كانت في ايدك كان ممكن النادي الاهلي يكسب المباراه، لكن قدر الله ما شاء فعل. خلاص حتى تحس الناس كلها امبارح نامت مبسوطه، نادي جمهور النادي الاهلي جمهور نادي الزمالك. لا اسمح لي بقى، لا ما نمناش احنا مبسوطين يعني شويه اكيد برضه يعني ممكن هم بعض من الزمالكاويه يكونوا مبسوطين بس احنا ما نمناش مبسوطين، مش مبسوطين بس اقول لك كان ممكن يحصل هزيمه، ممكن الهدف ده ما يجيش يعني ايه يحصل، لا ما هو كانت العارضه اكيد اكيد ما انا يعني برضه هو ده بيتكلم على كده. على حاجه كابتن احمد يعني. من ضمن الحاجات اللي كانت ملفته للنظر مع نهايه احداث الماتش امبارح
ان على غير المعتاد بيبقى دايما في يعني ايه فئه كده من جمهور الاهلي وجمهور الزمالك بيبقوا قاعدين مستنيين اللحظه دي عشان يبتدوا يحفلوا على بعض. طبعا طبعا. بعدين ايه تحس ان كل واحد عمال يبص للتاني مش عارف يقول حاجه. مش عارف. الدنيا مقفوله خلاص. امبارح ما كانتش فباركنا لبعض في الاخر والله. امبارح ما كانتش كتير. مبروك علينا ومبروك عليكم. في نقطه بقى في نقطه مهمه عايز اتكلم فيها. طبعا نادي الزمالك ومصر فرقه ادى فرصه لمجموعه انا مش عايز اقول بقى اللي هو بيتقال ناشئين. ما ينفعش يا جماعه لعيب مواليد 99 اللي هو دلوقتي عنده 23 سنه يبقى ناشئ. زمان الناشئ ده 17 سنه 18 سنه بيلعب. هو ده الناشئ. مش بتكلم على مواليد 99 ايا طبعا. اذا كان يوسف اسامه نبيه لاعب جيد جدا وهايل. اذا كان سيف فاروق جعفر هايل. حسام عبد الجواد هايل. لعيبه كويسه. بس دول كبار مش ناشئين. هم لعبهم متاخر شويه او اداؤه نادي الزمالك بدا يشتركهم. انت ما تطلقش عليهم المفروض وفقا للسن ناشئين اصلا ناشئين. بس هم بيطلقوا عليهم ناشئين. هي دي المشكله. يعني بتكلم دلوقتي برضه داخله تحت بند التحفيز. يقول لك ده احنا بنلعبكم بالناشئين. هي دي النقطه. بس يعني هو كلمه ناشئين اتبروزت قوي. ما هي دي اللي انا برد عليها. لا لا رد محترم. اجي اتكلم بقى في الناشئين. اتكلم لا الناشئين سنه طب لما عنده 16 سنه وبيلعبني بقول له ناشئ. لما نادي الاهلي لعب بالناشئين ما كانش حد يعرف حسام حسن. محدش يعرف طارق خليل. محدش يعرف وكان عمرهم صمت. كان هم دول كان عندهم 18 19 بالزبط. سنه. هو ده كان الناشئين وقتها. مش عايز اغفل برضو دور مستر فيرير ان هو يدي الفرصه للولاد دي. طب. لان فعلا الاولاد يستاهلوا خامه طيبه جدا بصراحه. واستغلوا الفرصه صح. وحاجه تانية نقطه مهمه جدا. ناس جعانه كوره مهمه جدا في بالنسبه للكوره دلوقتي. الناس اللي جعانه كوره شكلها اداء مختلف غير اللعيبه. قلت لك اللعيب ده شبعان كوره. لعيب مجهد. دول لسه سنه صغير. اداء عدد المباريات اللي لعبها قليله. فادائهم لسه تحس انك لعيب لسه فريش. لكن احنا عندنا مشكله كبيره جدا. لعيبه النادي الاهلي مجهدين. انا لسه منزل على الفيسبوك دلوقتي بطلب ان الموسم يخلص على كده بجد. احنا محتاجين راحه. لعيبه مصر محتاجين راحه. محتاجين نقفل كده شويه شهر شهرين اللعيب يرتاح ويبدا موسم من جديد. هتلاقي شكل مختلف تماما. ده هيعود على لعيبه النادي الاهلي لعيبه الزمالك منتخب مصر. طبعًا. مش عايز اقول لك احنا ادائنا في اثيوبيا مش كابتن ايهاب جلال مش لعيبه منتخب مصر. لا يا جماعه لازم ندرس الموضوع صح. احنا عندنا بقالنا موسمين ثلاثه التلاحم ده عامل مشكله كبيره جدا في اداء لعيبه النادي الاهلي ونادي الزمالك ومصر كلها. كلام حضرتك مظبوط وهنقفل بقى بيه لان يعني حسن الختام بصراحه. لان هي دي مشكلتنا فعلا. لو هتلخص كل اللي بيحصل اللي هو مينلي الاجهاد والتلاحم واللخبطه اللي عماله تحصل. مش احنا نفسنا كجماهير والله قلنا ان احنا نفسنا تعبنا. احنا لسه بنلعب في كاس مصر اللي فات الموسم ده. مش عارفين نلغيه. على كل حال يعني نورتنا كابتن احمد والله بجد كالعاده. وخير ان شاء الله في المباريات المنتظره المؤجله للاهلي باذن الله. اتمنى ان شاء الله. نورتنا كابتن احمد. بنشكرك على وجودك معانا. نشوفك على خير ان شاء الله في اقرب وقت. هنطلع فاصل سريع يا حضرات ونرجع بقى عشان نهاوند هيكون ليها حوار مع دكتوره ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه وموضوع يهم كتير جدا من حضراتكم. ادعوكم لمتابعه الفقره دي وانا اشوفكم ان شاء الله على خير بكره باذن الله. الواحد لما بيبقى عايز يخس بيحاول ان هو يخس باسرع طريقه واسهل طريقه. يعني واسهل طريقه اكيد ان هو مش عايز يروح الجيم. يعني دي الحاجه الكومن. بس ازاي ان انا اخس بس اخس بشكل سليم وفي نفس الوقت لو انا من النوع اللي انا مش عايز اتحرك ازاي كمان جسمي ما يفقدش فيتامينز كتيره محتاجه وفي نفس الوقت ما ارجعش اتخن تاني بعد الدايت اللي انا بعمله او بعد النظام اللي انا ماشي عليه. كل ده هنعرفه من خلال الفقره مع دكتور ريهام العراقي اخصائيه التغذيه العلاجيه. صباح الفل. صباح الفل يا نهى. منورانا وبقالك فتره. ها بقالك فتره ما جيتيش معانا. مبسوطه قوي ان انا بقيت معاكم. بصي بقى خلينا نبدا كده بالسؤال ده لان قضيه الواحد يخس ويتخن والحاجات زي كده قضيه بيعاني منها كل الناس رجاله ستات اعمار مختلفه مفيش فئه معينه. يعني صح. ازاي ممكن ان انا اخس وفي نفس الوقت مع الخسسان ده وان انا باكل بورشنز اقل ما افقدش فيتامينز واخس بقاش بوشي شاحب وفي نفس الوقت ما ارجعش تاني للوزن اللي انا كنت فيه او اتخن كمان صح. عنه هو اهم حاجه ان انا ابقى عارف انه انا بعمل دايت مظبوط. يعني دايت متوازن لان في ناس كتير بتلجا ان هي بتبقى عايزه تخس بسرعه او بالزبط. توصل للتارجت بتاعها بسرعه فبتروح تقلل في السعرات بتاعتها كتير فتبتدي تعاني من المشاكل بتاعت الدايت. تقول انا ما عنديش طاقه انا بتعب كتير مناعتي باظت شعري بيقع نفسيتي تعبانه مش عارف انام كويس. كل الحاجات دي هم بيرموها على الدايت رغم ان هو
الدايت المفروض ان هو يحسن من ده كتير. يعني انا بعمل نظام غذائي، النظام ده بيبقى متوازن، في عجز شويه في السعرات بس هدفه ان هو يديني باور، وان هو يقوي لي المناعه، وان انا شعري ما يقعش، وان انا اخد الفيتامينز والمينرالز اللي انا عايزاها من الاكل بتاعي. عشان كده احنا دايما بنقول ان الخطوه الاولانيه لازم نظام الغذاء بتاعي يكون متوازن وصحي، وما ينفعش للستات اقل عن 1200 كالوري، وبالنسبه للرجاله ما ينفعش اقل عن 1500 كالوري. ده كل الاعمار؟ لا، ده في الادلتس اللي هم في سن من العشرينات تقريبا لغايه ما فوق بقى 65 مثلا، ولا يعني واحنا ستينات نفس القدره 1200 كسيدات. انا ما ينفعش اقل عن 1200 لاي حد بني ادم ادلتس. الاطفال ساعات بياخدوا اكتر من 1200، يعني اللي هم التين ايجرز عشان حرقهم اعلى ومحتاجين غذاء اكتر. بس انا بتكلم في العموم، انا ما ينفعش اقل عن الرقم ده، لاني بلاقي ناس بتاكل 700 كالوري و500 كالوري وفاهمين ان هو ده الدايت، وبيلاقوا بعد كده مشاكل صحيه كتير. فانا مش عارف اتحرك بقى زي ما انت قلتي، في نسبه كبيره بتخس من الدايت من غير ما تعمل رياضة. طبعا الرياضة مهمة جدا عشان صحتنا وعشان مناعتنا وعشان شكل جسمنا، لان في ناس بتبقى عندها دهون في مناطق معينة بس، وبتبقى اللي هو عايزة تبني. مثلا let's say اغلب البنات بيخسوا من فوق بسرعة وبيفضلوا في الجزء التحتاني بياخد وقت معاهم شوية، فعشان لما هي تعمل دايت والدهون تنزل من كل جسمها تلاقي نفسها رفيعه قوي من فوق ولسه فاضلها شويه، بتبقى محتاجه تعمل رياضه عشان توازن وتبني عضلات في الجزء ده عشان يبقى فيه توازن في جسمها. لكن انا لو مش عارف ان انا اعمل مجهود او ابذل رياضه، انا عادي ممكن اخس، لانه الدايت بتاعي عليه 70% من النتائج بتاعتي. طيب انا في الاول ببقى محتاج نتائج سريعه تديني البوش الاولانيه دي، ان انا اقول الله ده انا عايزه اكمل وان انا هيبقى عندي موتيفيشن. فساعتها ممكن نلجا لحاجات طبيعيه بقى تكون بتتحكم لي في كميه الاكل اللي انا باكلها كتير، او مش بعرف اسيطر على الكريفنجز بتاعتي، لانه دايما الناس في اول الدايت بتقول لك ده انا هتحرم من اكل كتير قوي فهيبقى عندي مشكله، فلا انا مش هبتدي دايت، او تسال على اليوم الفري امتى، او لما تاخد يوم الفري تلاقيها بتلخبط بعديها، او ان هي ما بتنتظمش. فلما تشوف النتيجه السريعه دي في الاول وهي بتاكل طبيعي ويبقى معاها الحاجه دي طبيعيه، غير المشاكل الكتير اللي احنا بنتكلم عليها من الحاجات بتاعه الحرق وكده اللي احنا دايما بننصح ان هم ما ياخدوهاش، لكن لما ياخد حاجه امنه ده هيبقى احسن لي كتير. وهو ده بقى اللي احنا هنتكلم عليه النهارده، اللي هو بيستا بقى. بالظبط، بيستا. كويس جدا، يا ريت ننزله برده قدام حضراتكم على الشاشه عشان الناس تشوفه ونفهم بقى اكتر. بيستا ايه المكونات اللي فيه اللي ممكن ان انا لو اخدته قبل الوجبه؟ هو بيتاخد قبل الوجبه صح؟ بتاخد قبل الوجبه بتساعد، ممكن تساعد ان انا ما اكلش. يعني هي بس عندي سؤال معلش، عشان برده انا دي وقع مني. انا لو خدت بيستا قبل الوجبه بنص ساعه هقدر اكل اللي انا عايزاه، بس انا غصب عني مش هبقى قادره اكمل الصلاه اصلا؟ يعني احنا ما بنقولش للناس هنا مع استخدام بيستا ان انت عامل دايت، لا، انت كل عادي بس تاخده قبل الاكل بنص ساعه. بالظبط، حلو ده. ساعات في ناس بتبقى عامله دايت بس حتى الكميات اللي محطوطه لها دي هي شايفاها قليله، فهي بتبقى عايزه تاكل اكتر من كده بالذات في الكربوهيدرات. ففكره ان هو ياخده قبل الوجبه، سواء بقى حد بيعمل دايت وهو بياكل كتير، سواء حد ماشي عادي على هيلثي لايف ستايل بس ساعات بيبقى في فرح، معزومه، خارجه مع اصحابها، أيوة. عندهم مناسبه ما، هيضطروا ان هم يطلعوا بره الاطار بتاع الهيلثي فود ده، او اطفال صغيرين مثلا عندهم كريفنجز طول الوقت او شره او انها من ناحيه الحلويات والسكريات، فهو بس مش بيستخدم عشان الناس تخس، لان هو بيعمل حاجتين. هو بيتحكم في الشهيه بتاعتي ان هو بيخليني اكل اقل من الاكل اللي انا عايز اكله، وبالتالي هدخل سعرات اقل وبالتالي هحرق اكتر، وبيتحكم لي في الكريفنجز كمان ان انا ما يبقاش نفسي رايحه أصلاً لاي حاجه. بالظبط، يعني انا لما هاخده احس ان انا الشهيه بتاعتي اتسدت، وهنا الشهيه تتسد بصوره طبيعيه، لان هو اول مكون فيه اللي هو المكون الرئيسي هو الالياف، اللي هي بتدخل تمتص الميه اللي جوه المعده، بتاخد حيز كبير، فانا بلاقي ان انا حتى لو قدامي كميه كبيره انا ما بقدرش ان انا اكمل كل ده. وبيستا هو المنتج الاول اللي فيه ثلاث انواع من الالياف اللي هم رده القمح والشوفان والقشور بتاعه السيليوم بتركيز 6 جرام. تاني حاجه بقى اللي هتساعدني جنب سد الشهيه اللي هو الحرق. احنا اغلب اكلنا يا فيه دهون كتير يا فيه نشويات وسكريات كتير، فهو فيه الاثنين، فيه كروميوم بتركيز 500 مايكرو جرام، وده
عنصر موجود جوه الجسم بيخلي الجسم يحرق نشويات اكتر ويحسن من الحساسيه بتاعه الانسولين. فالناس برضو اللي عندها مقاومه انسولين النزول بتاعها بيبقى ابطا شويه، فده بيساعدنا ان احنا الحرق بتاعنا يبقى اعلى شويه. والحاجه الثانيه فيتامين سي، وفيتامين سي طبعا مشهور بفوائده عشان المناعه والبشره، بس في ليتست ستاديز كده لقت ان هو ليه دور كبير قوي في الفات اوكسيديشن او في حرق الدهون. فانا بحرق دهون، بحرق نشويات، بسد الشهيه بتاعتي، وبتحكم في الاكل، وكل ده من منتجات كلها طبيعيه او المكونات بتاعته طبيعيه بالظبط زي ما بيتقال. طيب ممكن حد يجي وده ما اعرفش معلومه صح ولا غلط، يقول لك طيب لما انا باكل كميات قليله واستمر في ده فتره من الوقت، هل فعلا بيحصل ان معدتي بتصغر ولا مفيش حاجه اسمها اصلا معدتي بتصغر؟ لا، هي معدتي ما بتصغرش في الحجم غير بالعمليات الجراحيه، بس انا بعمل محاكاه ان بقى هو ده بس كميه الاكل، فانا اتعودت ان هو ده حجم معدتي، لكن انا معدتي في جهازي الهضمي هي نفس الحجم، بس هي ما بقتش بتستوعب اكتر من الكميه اللي انا عودتها عليها. كويس. وهو ده المفروض، لان انا مش المفروض املى معدتي كلها باكل، انا في تلت للنفس بتاعي وتلت للميه وتلت للاكل، بس احنا بقى متعودين احنا بناكل لحد ما الاكل بيوصل لنا لحد هنا. نفسنا حلوه يا جماعه، نفسنا حلوه واكلنا حلو. اه والله. طب ايه رايك نشوف الكيس؟ انا بحب دايما الموضوع لما نيجي نتكلم فيه يبقى بيزد على رياليتي او حاجه كيس موجوده فعلا او كيسز موجوده، عشان نسمع بنفسنا الناس اللي جربت حصل معاهم ايه. طب في حاله لاستاذ ابراهيم دلوقتي هي معانا، هعرضها لحضراتكم ونسمع منه هو بعد تجربته مع بست هل فعلا الموضوع جاب نتيجة ولا لا. خلينا نعرف. احكي لنا قصتك مع بست وازاي ساعدتك تخس. اسمي ابراهيم محمد امام، عندي 27 سنة، كان وزني 125 كيلو ودلوقتي بقيت 85. قبل ما اخس كنت بعاني من حاجات كتير، من ضمنها ان انا ما كنتش بعرف البس كويس، ما كنتش عارف بمارس الرياضة اللي انا بحبها اللي هي الكورة، كان عندي صعوبة في طلوع السلم، كان عندي صعوبة في مظهري العام قدام الناس. الحقيقة ما كانش في اي حاجة محروم منها وانا بستخدم بيستا، بالعكس انا كنت باكل كل اللي انا عايزه بس بكميات قليله. بعد ما استخدمت فيستا بصراحه الموضوع اختلف معايا جدا. كنت بستخدم فيستا قبل الاكل بنص ساعه يوميا، ما كانش عندي اي مشكله مع الجوع لانه ما كانش بيحسسني ان انا جعان خالص، ده غير ان طعمه كان حلو جدا، كان بطعم التفاح، فاكني بالظبط كنت بشرب عصير. بعد ما خسيت بصراحه الموضوع اختلف معايا، ما بقتش عندي اي معاناه في اي حاجه، ولا في اللبس ولا في الحركه، بعمل اللي انا عايزه وباكل اللي انا عايزه. الحقيقه بحب انصح الناس ان هم يستخدموا فيستا. طيب ده كلام محترم، بس كان في مدة قد إيه تقريبا؟ بص، هو المعدل الطبيعي لنزول أي بني آدم من 4-6 كيلو دهون في الشهر الواحد، على حسب بقى أنه هو عنده مشكلة بتقابل الحرق بتاعه بتخلي حرقه قليل ولا لا، على حسب هو ملتزم بالدايت وبالكورس بتاع بيستا قد إيه، على حسب هو بيعمل مجهود ولا لا، اللايف ستايل بتاعه عامل إزاي. في ناس ممكن كمان تحرق أكتر من كده، وفي ناس ممكن تحرق أقل من كده، بس ده النورمال. بيستا بيساعدني إن أنا الليفل ده يزيد حوالي 25%. يعني إحنا لو بنتكلم إن هو فقط تقريباً أراوند 40 كيلو من وزنه، فده مثلاً ممكن ياخد لنا أقل حاجة 6 شهور. عشان يبقى الطريقه هيلثي طبعا، عشان الناس برضو ما تسمعش فتقول ايه ده انا هخس كل ده في شهرين ثلاثه. لا، احنا بناخد وقت عشان بقى ما نقابلش المضاعفات اللي ممكن تحصل لنا. اصل انت ممكن تخس بطرق مختلفه في شهر 10 كيلو بس، صدقني هترجع تتخنهم تاني، ده عن تجارب. يعني احنا بنلجا لحاجات غريبه ومضره وبعدين بنرجع للوزن اللي احنا خسرناه تاني، فممكن نعمل حاجه. اللي بيخس بسرعه بيرجع يزيد بسرعه تاني. طيب في بعض الاسئله بتيجي وناس بتبقى عايزه تعرف، طيب دلوقتي لو هنتكلم عن الناس اللي هي ما بتبقاش عندها ثقه قوي في الادويه، يعني من الاسئله القامله اللي انا لاحظتها يقول لك طب انا اضمن منين ان بيستا ده احسن حاجه ممكن استعملها؟ يعني فمعلش دكتور ريهام تطمني الناس اكتر اللي بتستفسر عن او بتستفسر عن النقطه دي عشان يبقوا عارفين. طبعا الضمان بتاع المنتج نفسه اللي احنا بنتكلم عليه ان هو اولا كل الحاجات اللي فيه طبيعيه، تاني حاجه ان هو واخد ترخيص بتاع وزاره الصحه، ثالث حاجه ان هو منتج اصلا موجود في الصيدليات، يعني هو حاجه انا بروح اشتريها من الصيدليه. فكل ده حاجات بتخليهم انه الموضوع يبقى سيف، وانا بيبقى عندي البامفلت او الانجريدينتس بتاعتي انا بشوفها، وكمان الترخيص بتاعي اللي انا واخده، فدي حاجات بتخليني مطمن. وكفايه ان احنا بنتكلم عنه وفي قناه طبعا ليها كريديبيليتي، فدي حاجه برضو بتدي كريديبيليتي للبرودكت نفسه. غير كده كمان هم يجربوا،
هما هيجربوا بنفسهم وهيشوف، مش هيلاقي اي سايد افكتس، ملوش اي عوارض خالص مع اي حد عنده امراض صحيه او عنده مشاكل صحيه. الناس الكبيره تقدر تستخدمه، الاطفال تقدر تستخدمه من اول 12 سنه، وهي التجربه خير دليل زي ما بيقول. انا لسه كنت عايز اسالك على الب مالتي فيت، شافه ما عرضوه قبل ما نتكلم عنه اصلا. طيب بالزبط. مفيش مشكله. الب مالتي فيت فكره هنا برضو التوازن ما بين بيستا والب مالتي فيت، لان في نقطه مهمه جدا، انا لما بخس بفقد فيتامين معينة. دي حقيقة. ده هخسها عن طريق بيستا، بس في نفس الوقت لما اروح اخد الب مالتي فيت في نفس التوقيت ده بيخليني ان انا الحاجات اللي انا بفقدها الفيتامينز اللي بفقدها بعوضها. فدي مزبوط. اللي انا محتاجاه او ده شيء ما انا مزبوط. ببقى هم ليه عاملين الكورس الاثنين مع بعض؟ لان هم لقوا انه اغلب الناس اللي مثلا بتاخد برودكتس من غير ما هي بتبقى ماشيه على نظام صحي بتلاقي ان هي مش عارفه تاكل ازاي، فالموضوع زي ما انت قلتي كده بالظبط، ان هو بينقص كمية من الفيتامينز والمينرالز اللي هي بتأثر بقى على كل حاجة في جسمي، من أول شعري لبشرتي لضوافري لجلدي لجهاز الهضمي للحرق بتاعي للمناعة للطاقة اللي عندي، كل ده بيبتدي يتأثر. ففكرة أن أنا أدي حاجة تعمل بوش أو تبوست كل الكلام ده جنب أن أنا أكون بخس، فأنا هتجنب اي مشاكل ممكن ان هي تحصل لي، واي حد هيبقى عنده عرض نتيجه نقص الفيتامينز او المينرالز دي هيكون في تحسن للاعراض دي نتيجه ان انا خدت تركيزات عاليه من 13 فيتامينز ومينرالز موجودين في الب مالتي فيت. هو في المجموعه بتاعه بي كومبلكس، في فيتامين بي 6 و12 و2 اللي هم مهمين جدا عشان الحرق بتاع الكربوهيدرات، ومهمين طبعا عشان الاعصاب. في كمان فيتامين اي وفيتامين سي اللي هم انتي اوكسيدنت قويه جدا للجسم، في زنك عشان المناعه وعشان الشعر، في بايوتين عشان البنات اللي دايما بتشتكي ان شعرها بيقع او انه ضوافرها بتتكسر، في كالسيوم عشان العظم. فانا هاخد كل دول بتركيزات عاليه جنب ما انا بخس، فهلاقي ان انا ما عنديش اي مشاكل خالص من اللي بتتعرض لي للمشاكل بتاعه الدايت. بس الناس مش عايزه تخس ممكن تاخد الب مالتي فيت لوحده، والناس اللي مش عايزه تاخد الب مالتي فيت مع بس ممكن تاخد بيستا برضه. الموضوع يا فيه الفري بالظبط كده، عايز تاخد حاجه بالظبط، مش حاجه بالعافيه يا جماعه. مظبوط. طيب لما يجي حد برضو يتكلم عن نقطه ان هو يومه دايما ملخبط وسفريات كتير، في ناس كده ما عندهاش انتظام في روتين في حياتها، ففكره ان هو يواظب على مكمل غذائي او فيتامين بيبقى صعب. الناس دي لو حياتها كده بتفرض عليها يعني هذا الوضع، هل لو ما كانش في التزام بالدوزز بتاعه الب مالتي فيت او حتى بيستا بيأثر نفس النتيجه ولا لا انا لازم امشي على الكورس بالظبط عشان برضو الناس تبقى عارفه؟ بصي على حسب انا هوند الهدف بتاع الشخص نفسه. يعني انا دلوقتي لو عندي تارجت معين عايزه اوصل له في وقت معين ان انا اخس مثلا، فانا لازم اكون محافظ على الكورس بتاع بيستا بالذات. طبعا لو انا باكل كويس قوي ممكن طبعا ان انا المالتي فيتامين لو انا نسيته ما يعمليش مشكله على فترات. باكل يعني باكل كويس مش معناه اكل كتير، لا باكل كويس باكل صحي متوازن بالكميات المفروض ان هي تدخل لي بالظبط. احنا تفكيرنا يحب قوي نفسر بطريقتنا، لا احنا نوضح لهم طبعا. فلو انا قللت شويه من الدوزز بتاعه بيستا طبيعي ان هو النزول بتاعي هيتاثر. اوكي. بس انا دلوقتي لو انا مركز مع ان انا اخد مالتي فيتامين وانا مش بخس، المالتي فيتامين عشان يبان النتيجه بتاعته عليا وان انا احس بالتحسن في الاعراض اللي كانت بتحصل لي او انا ابروتكت او احمي نفسي من حاجه ممكن تحصل لي لازم امشي عليه 3 شهور. وبعدين دي قرص واحد بس بيتاخد في اليوم يعني بعد الوجبه؟ لا قبل الوجبه، يعني ممكن ان انا اخده قبل الوجبه لو انا عندي مشاكل صحيه اخده بعد الوجبه مفيش مشكله. أوكي. اللي هو هي حاجه واحده بس في اليوم اعمل لها ريمايندر كده او احطها قدامي او اخدها معايا في شنطتي اخدها مره واحده وخلاص على كده. طيب بصي الوقت بيجري جدا بس يعني عايزه منك نصيحه اخيره للناس اللي هي يمكن انا مش هتكلم على الحجم الزياده العاديه اللي في متناول الايد الناس، لا انا عايزه اتكلم عن زياده الوزن المبالغ فيها اللي هي بتؤثر على الصحه قبل ما نروح ونلجا للعمليات. صح. في بدائل كتيره اعتقد ممكن توفر علينا وتوفر علينا كتير، مش بس قيمه ماديه، توفر عليك حتى رعب العمليه لان دي بتهيألي العمليات دي المفروض تبقى اخر حاجه خالص. فتنصحي بايه الناس دي قبل ما او الفئه دي قبل ما يلجاوا للعمليات اللي هو اخر بديل ان هم بس هيكون الافضل ليهم؟
بالظبط كده. انا انصحهم ان هم لما هيتعودوا ان هم ياخدوا بيستا وينتظموا عليه شويه مع النظام الغذائي الصحي المتوازن اللي احنا بنتكلم عليه، وتبتدي تشوف نتائج، النتائج دي هتبقى سريعه ومطمئنه بالنسبه لك، وما عندكش اي سايد افكتس او مشاكل صحيه بتتعرض لها من الاستخدام ده، هتلاقي ان انت متحمس اكتر ان انت تكمل. واي فكره كانت في دماغك لان انت تلجا لاي عمليات ممكن يكون ليها كومبليكيشنز او مشاكل صحيه او اضرار، الفكره دي هتبتدي تروح من بالك. الناس دايما بتدور على ان انا ابقى باكل براحتي وفي نفس الوقت انا ما عنديش اي مشاكل صحيه وبخسر الوزن اللي انا عايزه، لكن العمليات دي بتخليني انا عندي ريستراكشنز نفسها في الاكل، انا ما بعرفش استمتع بالاكل. فانا هنا بقول لك انت هتستمتع بالاكل وهتاكل كميات محدوده وبطريقه امنه. كلام محترم، يعني عايزين ايه تاني؟ صح كده؟ بالظبط، عايزه ايه تاني؟ ريهام نورتينا بجد والله، فقره جميله جدا وانا نفسي استفدت. بشكر حضراتكم على متابعتنا، نشوفكم بكره انا وكريم ان شاء الله وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.